السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد المحاضرين المتميزين بعد ما خلص البرزنتيشن بتاعه وراح قايل للناس اللي موجودين: على فكرة البرزنتيشن اللي انتوا شايفينه دوت ده معمول بواسطة الذكاء الاصطناعي، مجرد ان انت بتقول له الموضوع هو يبدأ يعمل لك البرزنتيشن. ده تبسيط مخل للموضوع. ليه تبسيط مخل؟ لأن الذكاء الاصطناعي مهما حصل مش هيقدر يعمل لك برزنتيشن كويس. هو بيحطك على أول طريق، بيجهز لك صور، بيجهز لك كلام، يقدر يقترح عليك مواضيع، انما في الاخر لازم يحصل دمج بين القدرات العقليه البشريه وقدرات الذكاء الاصطناعي. لو انت لوحدك هتعمل حاجه كويسه، لكن بالذكاء الاصطناعي هتزود. الذكاء الاصطناعي لوحده ممكن يوديك في داهيه، ممكن يحط كلام ملوش علاقه بالموضوع. تمام، هو بيسهلك كتير، بس لازم انت تبذل جهد في التدقيق والتمحيص والتاكد ان احنا وصلنا للحاجه اللي احنا عايزينها. بيقول لك اختيار تمبليت من الحاجات اللي موجوده ديت. تمام، ممكن تقول له كرييت، كل عليا اقول له البرزنتيشن بيتكلم عن ايه واروح دايس انتر. وفي شويه اختيارات تحت ممكن تزود انت تفكر في ايه. فهو بيبدا يعمل لك جنريت للصفحه الاولى، الصفحه الثانيه، بيبدا يدور ويبدا بالذكاء الاصطناعي يختار فقرات معينه وكل فقره يكتب فيها اللي هو عايزه. وطبعا لازم انت اللي هتعدل، تخش تعدل والحاجات دي كلها. وبياخد الكلام دوت يبعته للذكاء الصناعي يقول له جنريت لي صور مناسبه للكلام دوت. فالصور ملهاش حقوق ملكيه. وعمل لك الملخص اهوت. لما تقف على الصوره هتلاقي ان هو قايل لك اهو دي الايه، بيقول لك دي الكلام اللي استخدمه عشان يولد الصوره. يعني هو كمان عمل لي صوره مناسبة للكلام اللي انا عايزه. تمام، طيب ممكن تعدل في الكلام دوت او تقول له جنريت تاني او تقول له ايديت ايمج، بيعمل لك صورة تانية زي ما انت عايز. فممكن تقول له انا عايز الصورة ديت مثلا، يروح حاطها لك. عايز الصورة ديت، الصورة دي. الكلام تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، لكن هو بدأ لك الموضوع، فتقدر ان انت تستفاد من البرزنتيشن دوت. تقدر تغير الزمس لو انت حابب.